واحد من أصدقائك أو من عيلتك عمل تقويم لكن كانت تجربة فاشلة، يعني مثلا طول كتير، الحالة ما طلعت حلوة مو مثل ما بده، بعد ما خلص الأسنان اتحركت، في كتير أسباب. هلأ ممكن أنت تقول إنه الدكتور ما كان شاطر، أوكي ممكن، لكن هذا أحد الأسباب الصغيرة، مو شرط يكون هذا هو السبب الوحيد. من الأسباب الكتير شائعة هو عدم الالتزام الشهري بالمواعيد، يعني الدكتور أعطاك موعد بعد شهر لازم تروح عليه، إذا تأخرت رحت لعند الدكتور 4 5 مرات بالسنة كلها، وهي غالبا بتكون عند المرضى اللي ضلوا 4 5 سنين كان ما في التزام بالمواعيد. التزم بمواعيد دكتورك، إذا صار في معك ظرف ما في مشكلة، ممكن تبلغه ينسق معه إنه أنت حتتأخر مثلا هاي المرة، بيشتغل على هالأساس. الأسباب الثانية إنه أنت لازم تكون بتعرف إنه النتيجة تقريبا المتوقع كيف، نحن كأطباء تقويم ما فينا دائما نحن نعطي نتيجة مثالية لكل الحالات، نعطي المريض نتيجة مناسبة لحالته ونقول له إنه أنت ممكن تصل لهي النتيجة ما بتكون 100% لأسباب معينة، أنت لازم تكون بتعرفها بشكل مسبق. شغلة أخيرة، موضوع المثبت، التثبيت أهميته تماما مثل التقويم، يعني أنت في عندك فترة تثبيت متحركة أو ثابتة بعد التقويم أهميتها تماما بأهمية المعالجة، فأنت لا كتير تفرح لما تخلص تقويم وخلص أنا ما عاد بدي مثبت، أموري رح تمشي وخلصنا، ممكن ترجع حالتك مثل ما كانت وممكن أسوأ، ففي كتير عوامل ممكن تفشل تجربتك مع تقويم الأسنان، انتبه لها وكون واعي لها. وسلامة قلبك.